السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفونا نوتخشيل opportunity pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوف واحد الدرس من دروس مستوى الثالث ابتدائي النيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو واحد الدرس ديال لورتوغراف. غادي نشوفوا لا لتر جي، غادي نشوفوا لي سونغ ولي سون ج، نشوفوا لا لتر جي وقتاش نقراوها غ وقتاش نقراوها تنسمعوا لو سونغ ولو سون ج. اذا هادشي اللي عندنا في الكتاب المدرسي، عندنا هاد لا لتر جي قلنا لي سونغ ولي سون ج. Avant de commencer, sur ton cahier, écris les syllabes et les mots que ton maître ou ta maîtresse va te dicter. Alors, le maître ou la maîtresse ديالكم غادي تحاول ديكتي عليكم واحد لي مو اللي غادي يكون فيهم هاد لا لتر جي، اللي بعض المرات غادي نقراوها سو فورم ديال لو سون ج وشي مرات لو سون غ. هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في جوبسيرف اي جي لابور. اذا غادي نحاولو نقراو. Pour partir en voyage, nous allons à la gare au guichet papa achète les billets puis nous nous installons dans un wagon où nous posons nos affaires. Mon frère n'arrête pas de bouger et de déranger les gens. Comme c'est l'heure du goûter, mon père nous emmène boire une orangeade dans le wagon restaurant. اذا كما تلاحظوا هنايا في هاد لي فراز اللي عندنا هنايا، عندنا واحد لي مول لي سورليني بلو جون، عندنا غار و كيشي و واغون و غوتي و واغون اوسي. هاد لي مو هادو كما تسمعوا تنسمعوا فيهم لو سون، عندنا فيهم لا لتر جي و تنسمعوا فيهم غ، غار كيشي واغون غوتي. اذا تنسمعوا لا لتر جي اللي تنقراوها سو فورم ديال غ. إذن هادشي اللي غادي نحاولو نجاوبو على السؤال الأول، قال كيلي لو سون كومان أتو لي مو سورليني كيل فوايي سون بلاسي جوست أبخي لا لتر جي. شناهو هما لي فوايي لي أبخي لا لتر جي؟ عندنا أبخي في كار عندنا جات وراها أ، في كيشي وراها أو، وفي فاغون وراها أو، بحالها بحال كوتي. إذن نحاولو نجاوبو. إيزون أن سون أون كومان لي هو ك، لي فوايي بلاسي جوست أبخي لا لتر جي لي هي أ أو 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 عندنا. Deuxième question, quelque devant quelle lettre a-t-on écrit gu pour avoir le son g? Oktaj, ksibnaha, ksibnaha f gishi, yani ksibnaha u, bash nhaslo, qabel m la lettre i. Et dan devant la lettre i, ou mumkin ksibuha devant la lettre e. On écrit gu pour avoir le son g. Timbarer anna gishi, walakin mumkin bhal vague. Vague. Et dan khasna bash nhaslo aliha, khasna ndiru u. قبل من او. نمشيو للثالثيام كيسيون، قال لك روبير دو تخو مو و تو فوا لا لتر جي كيل سون اونتوندو لورسكو تو لي برونونس. اذا نحاولو نقراو نشوفو واحد لي كلمات لي كاينة عند فيهم لا لتر جي تما و متنقراوهمش لو سون غ، تنقراوهم لو سون ج. عندنا فواياج، عندنا بوجي، ديرونجي، لي جون، أورانجات. إذا هاد لي مو هادو تنسمعو لو سون ج ماشي غ. عندنا فواياج، بوجي، ديرونجي، و لي جون، أورانجات. جونطون لو سون ج. كاتريام كيسيون، قالك دوفون كيل لتر أتون إكري جو بور أفوار لو سون ج. إذا وقتاش تنكتبوها فاش تكون عندنا أو دوفون لا لتر أو، بحال لي عندنا تما في أو ففين كتبناها بحال مون جون لو فيرب مون جون. ممكن نكتبوها كذلك تما كيما عندنا في المثال تما دوفون لا لتر ماشي لا لتر. انا بالنسبه كتبت لكم تما دوفون لا لتر ا، حنا عندنا في ليكزومبل تما دوفون لا لتر ا ماشي او. دوفون لا لتر او نو ما غاديش نكتبو لا لتر او، غادي نكتبو دوفون لا لتر ا حيت عندنا حنا في ليكزومبل اورانجاد. اذا اورانجاد غادي نكتبو دوفون لا لتر ا. اون ا ايكري جو بور افوار لو سون ج. نحاولو دابا ندوزو ان شاء الله لجو روتيان باش غادي نحاولو نفهمو هاد لو سون ج. كاك لو سون ج ولا لو سون غ سيكري فاش تكون مكتوبه عندنا ج وبين هاد كنقراوها غ، فاش تكون عندنا مكتوبه بحال ثلاثه تنقراوها ج. اذا لو سون غ سيكري جي دوفون لي كونسول او لي فوايل ا او 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 غري غلاس غازون ليغوم غوتي غ دوفون لي لتر E ou I, une guitare, une bague. Ou le son J s'écrit
إما فاش تكون عندنا U ولا I ولا Y devant les voyelles E ou I ou Y بحال bouger, gilet, gymnase. Je devant les voyelles A ou O بحال orange هذا اللي شفنا في ليكزومبل ou un bourgeon ou la mangeant بحال فاش يكون عندنا la conjugaison ديال les verbes اللي فيهم تيتسالاو ب GER بحال manger ou la bouger. إذا هذه هي القاعدة ديالنا كيفاش ننطقوا ولا نقراوا هذا لو سون غ و لو سون ج. اذا نحاولوا نمشيو لي زيكسيرسيس. قالك لا بروميير لو بروميير اكسيرسيس قالك كلاس لي مو دو لو طابلو سولون كو تو اونتون لو سون غ و لا لو سون ج. اذا حاولت ندير لكم انا واحد حاولت ندير نسوليني هاد لي مو هادو حاولت نستعمل لو روج و لو بلو. اذا الا كان عندي لو سونغ غادي نسطر عليها بالاحمر، الا كان عندي دي لو سونج غادي نسطر عليها بالزرق. اذا نبداو بالاولى ان بلونجون، اذا لو سونج اون كاج لو سونج غلاس لو سونغ اون ايماجيناسيون لو سونج اون ليغوم لو سونغ ان اونغل لو سونغ لا نيج لو سونج لا غريل لو سونغ Le galop, le son g. Dommage, le son j. La gondole, le son g. Une grimace, le son g. Ou la gymnastique, le son j. Et donc, c'est l'exercice de l'exercice. Deuxième exercice numéro 2. Quelques entourent les lettres qui produisent le son j. On a un gorille. Et donc, le son j. On a un gorille, mais qu'il y a un reportage. Et donc, on a reportage girafe logé le serrage gymnase une guitare elle gèle bourgade un plongeoir une gare elle neige un gamin ou un boulanger et d'un hadouma وقتاش تنطقوا لو سون ج انا دورت لكم على لا لتر ج. اذا نحاولوا ندوزو للتروازيام اكسيرسيس. كالك اونتور لي لتر كي برودويز لو سون غ. دابا كانت عندنا قبيلات لو سون ج، دابا لو سون غ. اون غيرلاند، اذا لو غاراج، لو غوتي، لا غير، ان اونغل، غالوبي، ان غيبار، لو غولف، un wagon un gâteau une guenon. اذا هذا هو سطرنا دورنا على الجي وقتاش نقراوها اك جي كومبليت افيك جي ولا جي او ولا جي او. اذا دوفين غوتليت، اذا جي فورم لي غرو نواج لي لو غوري s'agite dans sa cage. Les gardes de la réserve observent les guépards. Les marguerettes ornent notre jardin. Ce garçon a rangé sa cagoule et ses gants dans les poches de son gilet. اذا هذا هو ما وقتاش كان عندنا استعملنا جي و جي او. جي او ما استعملناهاش. اذا هذا هو ليكسيرسيس نيميرو 4 اللي كان عندنا. نتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو، اكيد الى عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا واجد جديد من الدروس اللي نقدمه في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل لا فيديو في صندوق الوصف، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.